السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد في قناة التنقيب عن المياه الجوفية وتحديد أماكن حفر الآبار بالمغرب. غادي نهضروا في هذا الموضوع هذا في التحديد ديال العمق ديال المياه اللي مازال ما كيعرف يحدد العمق ديال المياه الجوفية. راه من بعد ضبطنا واحد المجرى هو هنايا، غادي نحددوا العمق ديالو إن شاء الله بهذه الطريقة. هذه كيوقف الإنسان هذا تعتكر عمق تحديدي ماشي عمق 100% تقريبي، لان 100% ما كايناش، قليل فاش غادي تصادف معها، لان دار الجبال كتكون فيهم فراغات هوائيه، غادي يقدر يعطيك شي حساب وما تلقاش الماء في هذاك الحساب. ولكن هذا ان شاء الله غادي نشوفوا التحديد ديال العمق ديالها بهذه الطريقه، فقط فيديو للتوضيح للإخوان المشاهدين. بسم الله.